مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمس ريتا صاحبه بابليون بلو للعطور. اهلا وسهلا فيكي مس ريتا. ثانك يو ابتسام، شرفتينا انت مس ريتا. مس ريتا، حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بداتي تاسيس البيزنس الخاص بيكي بالامارات؟ يس، اسسنا هالكونسبت هيدا البراند ابتداء، الفكره طلعت من 2019 كانت فكره، بعدين صارت افكار، بعدين تعمقنا كثير بهالموضوع. تعمقنا بشق انه الامارات وشعب الاماراتي والمواطن الاماراتي كثير بيفهم، كثير بيعرف بالعطور والمكونات وذوقهم كثير رفيع. نعم. بهذا المجال بيعرفوا كثير منيح يميزوا بين الكواليتي المنيحه والوسط والعادي، خلينا نقول. سو هي كان حافز لنا لنعطي الماكسيموم الجوده على ماكسيموم الشغل لانه الشعب الاماراتي بيستاهل. نعم. سو من هيدا الفكره بلشنا نتعمق كتير، درسنا الموضوع من جوانبها، كل الجوانب. رجعنا كمان تواصلنا مع شركة عالمية، مش شركة عادية ابدا. مثل ما قلنا الكواليتي كتير مهم بهيدا البوينت. اكيد. فإذا بدك تتميزي كمان تعرفي كيف تتميزي، بدها تكون الكواليتي توب اوف ذا كواليتي. نعم. سو رجعنا تشاورنا مع شركة عالمية يلي بيشتغلوا مع باسامي كتير كبار. ونحن بخلينا نقول خبره قليله قدرنا نقعد معهم ان راوند تيبل ليطلع معنا هيك برودكت بتصور عم بيعجب الجميع. خلينا نقول انا على القليله فخوره انه قدرنا نوصل لهالمرحله بهالوقت القصير. ما شاء الله. مس ريتا، حابين نعرف ايه الانواع او ايه المنتجات اللي بتقدميها هنا في بابليون بلو للعطور؟ الانواع في كاتيجوريز. نعم. في كاتيجوريز نعرف انه الشباب مش شباب تينيجرز، مش مثلنا، مش مثل الامهاتنا. نعم. كل حدا بيلبق له شيء اكيد غصب عنا، ما فينا نحن نحط تينيجر برفيوم نطلع وننبسط فيها. لا، تينيجرز لازم يكون عندهم القام معين بيلبق لهم، جلدهم بيلبق بيفوح منه الاحسن. خلينا سو في 3 كاتيجوريز. هلا بلشنا بالرابع يلي هي توب اوف ذا نيش، خلينا نقول لك شيء. ما شاء الله. في عندنا 3 كاتيجوريز، في عندنا سبورتس هيدي الفريش، في عندنا البريميوم يلي هي اول سيجنتشر، وفي عندنا النيش، وفي عندنا هلا توب نيش. فيني اكيد اجي اعمل لك تور عليهم. كلهم بيتميزوا، بتلاقي اللمسه الخاصه فينا، يعني كلهم بتقولي لي هي حلوه، هيدا كمان حلو، مش ما بتعرفي شو تختاري ترجعي. بالفعل انا شميت الريحه كانت واو. لا ما شاء الله. سو مس ريتا، طبعا كل واحد ليه السيجنتشر الخاصه بيه، وهنا في ظل المنافسه الشديده الموجوده بالامارات، ازاي بابليون بلو للعطور قدر يتميز؟ بابليون بلو اجمالا بلشنا فكره انه بدنا نكون مميزين، نكون عاديين، منافسه شرسه وما في محل للعاده، اوريدي موجودين وساتوريتد. سو مشان هيك كنا عم نحكي انه اخذنا وقتنا كثير بالتنقيه على البرفيوم اتسلف، على الديزايننج. ديزاين فيها ارت ورك، فيها فاشن مع ارت ورك، هي غير البرفيوم انسايد ذا بوتل. سو بتشوفي بتحتاري انه هيدي ارت، هيدي بيس اوف ارت، او هيدا برفيوم قد ما في شغل ايد عليهم. نعم. وهيك مكملين من الفابريك للجلد للفرو لكثير افكار جايه. ولفت انتباهي الباكج بتاعته. لا ما شاء الله، شيء لكجري كثير، هاند ميد، لانه مثل ما قلت هون العالم المواطنين والشعب بيستاهل شيء مميز، وكنا حريصين نقدم بس المميز مش شيء عادي. سو مكملين بهذا المسيره ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه. البلانز المستقبلية. نعم. خليني هيك اعطيكي فكرة، نحن بلشنا فكرة كبيرة. نعم. ستبس صغار لتكون سوليد ستبس.
سوليد ستابس هلا عم بيكونوا الستابس شوي اكبر ورايحين ان شاء الله يا رب على العالميه مش قليله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نكون عندنا بتصوير معاكي بالعالميه ان شاء الله باذن الله. ثانك يو. سو ميس ريتا طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات، موجود نعمه الامن والامان لكل الوافدين. ازاي ده قدر يساعد ميس ريتا ان هي تستثمر هنا بالامارات؟ هي الاساس الاريحيه، اطمئنان، مسهل الامور، بتحطي البلان ان يور مايند وبتروحي بس بتدق الباب بتسالي كيف رح نقدر ننجز هيدا العمل، كلهم بيساعدوك وانت مطمئنه انه الشعب سندك، ما حدا بده يقول معلومه خطا، لا بالعكس بدهم يفيدوك ويفيدوك قد ما فيهم الماكسيموم. هاي الاكسبيرينس تبعولي مع الشعب الاماراتي، وانا بفتخر انه جيت لهون. ودائما بقول للعالم الزباين البرودكت بيقولوا لي من وين، هن بيحبوا يسمعوا يوروب او المانيا او فرنسا او وربل، بقول لهم لا، ميد ان UAE اند فخوره بهالشغله. نعم. So proud of it. اكيد. شكرك كتير ميس ريتا، نورتينا بالبرنامج. بالاخير بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وحابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع بابليون بلو للعطور. مع بابليون بلو فيكم تتواصلوا على الانستغرام، في عنا شوبس اوريدي موجودين على الارض بوافي مول، بدبي هيلز مول، وقريبا كمان نعلن على الانستغرام على الفرع الثالث والرابع ان شاء الله، ونحن بالخدمه اني تايم ان شاء الله باذن الله. شكرك كتير. ثانك يو كتير. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.